السلام عليكم. يا اهلا وسهلا بحضراتكم. ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ وحشتونا. في برنامج رسائل رمضانية نقدم رسائل إيمانية في رمضان للسادة المشاهدين من خلال كلمات أداها أو كتبها الشاعر محمد علي راشد، يؤديها بصوته الحنون كروان اتحاد الإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ والمبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. أهلا وسهلا يا مولانا. أهلا أهلا وسهلا، شرفنا ومنورنا، أعزكم الله. الحقيقة أنه في رمضان السنة دي حبينا رسائلنا تكون بشكل مختلف، تكون بشكل أشعار، كلمات جميلة رنانة. رسالتنا النهاردة عن القرآن، رمضان شهر القرآن. علموا أولادكم القرآن والقرآن يعلمهم كل شيء. القرآن يشفع لصاحبه، القرآن يشفع وينفع ويرفع، القرآن يأخذ الإنسان إلى طريق النور. رمضان شهر النور، هو شهر القرآن. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تعالوا بينا نستمع إلى رسالة اليوم الرابع في رمضان مع كروان اتحاد الإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ والمبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. تفضل يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في باب المسجد صوت لله من القرآن في باب المسجد الآفاق بدعوته يدعو لله بكل لسان يدعو لله بكل قد لبى الدعوة من صام قد لبى الدعوة من قام قد لبى الدعوة من صام قد لبى الدعوة من رمضان من قبل الشهر لهم فرح من قبل الشهر لهم فرح فرح للروح وللوجدان فالشهر أتى برسالته فالشهر أتى برسالته ليعيد القلب إلى الرحمن فالشهر أتى برسالته ليعيد القلب
إلى الرحمن بجمال الشهر وبهجته للمسجد نور بالإيمان فكتاب الله فكتاب الله تلاوته ملء الأجواء بكل مكان حمدا لله لدعوته حمدا لله لدعوته حمدا لله لدعوته في شهر الخير مدى الأزمان. إذن يأتي رمضان لتتفتح أبواب المساجد ويستدعى الدعاة لإعداد هذا الشهر والاجتهاد في هذا الشهر بالدعوة إلى الله وتلاوة القرآن، وتعلو الأصوات في المساجد بصلاة التراويح وصلاة التهجد وصلاة الفجر وقيام الناس وفرحة الناس وبهجة الناس. رمضان شهر القرآن، ويجب على أهل الصوم أن يغتنموا الفرصة لقراءة القرآن. كان بعض السلف يختم القرآن في رمضان ما يزيد على 10 مرات، كل 3 أيام ختمة. فعلا كان هؤلاء أهل همة، يستطيعون أن يقرأوا القرآن بقلوبهم وأفئدتهم وأن يطالعوا القرآن. رمضان شهر الأنوار، شهر البركات، شهر القرآن. يجب أن ننير القلوب والأفئدة بأحرف القرآن الكريم آناء الليل وأطراف النهار، وما أعظم أن نبدأ اليوم في أعقاب السحور وبعد صلاة الفجر، ويبدأ كل إنسان منا صام اليوم أن يبدأ يومه بالقرآن ومطالعة القرآن. بالقرآن تكلم الله، القرآن يكلمك به المولى سبحانه وتعالى، وبالصلاة تكلم المولى جل وعلا. إذن أقبل على الله في صلاتك وفي قيامك فتكلم المولى سبحانه وتعالى، وأقبل على كتابه العزيز فيكلمك المولى سبحانه وتعالى في علاقة روحية خاصة، في لقاء خاص مع كتاب الله ومع القرآن الكريم. صوت لله من القرآن ملأ الآفاق بدعوته، يدعو لله بكل لسان، قد لب الدعوة من صاموا، قد لبوا الدعوة من رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. خد بالك أن الصيام والقرآن قرينان لا يفترقان. ليه؟ لأنه ده الشهر اللي نزل في القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا. رسالتنا النهاردة في رمضان: لا تهجروا القرآن. أشكر حضراتكم جزيل الشكر والتقدير، شكرا جزيلا مولانا الشيخ عبد اللطيف، جزاكم الله خيرا يا سيدنا، شكرا لكل فريق الإخراج والإعداد، جزاكم الله تعالى كل الخير وأتم. من أراد أن يترك في الناس علامة فليقابلهم وعلى وجه ابتسامة. أحيي حضراتكم وأقول لكم في أمان الله، مع السلامة.